السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وشكرا. حدد النجم المغربي حكيم زياش الشرط الذي سيعيده إلى المنتخب الوطني بعد ابتعاده جراء الخلاف الحاصل بينه وبين الناخب الوطني وحيد حليل الجيتش. وأفادت صحيفة العربي الجديد إن زياش مستاء من تصريحات خليل الجيتش الخاصة بخلافهما، مشيرة إلى أن اللاعب كان يفضل عدم الإفصاح للإعلان عن خلافهما من أجل حله بطريقة ودية. وتابعت إن تصرف خليل الجيتش على اللاعب يتراجع عن فكرة العودة إلى المنتخب المغربي شرط أن يقدم البوسني اعتذاره للاعب، وينتظر أن يشتد الخلاف بين الطرفين، خاصة وأن خليل الجيتش متمسك ومقتنع بقراره المتمثل في استبعاد زياش، إضافة إلى عنادهما وعدم استسلام أحدهما للآخر. وكان خليل الجيتش قد أكد أن استبعاده لزياش كان بسبب عدم احترام الأخير للمنتخب المغربي ورفضه لعب إحدى المباريات قبل أن يخرج لاعب تشيلسي ويكذب الناخب. في الوقت الذي استعادت فيه مدرجات جل الملاعب العالمية حركتها الطبيعية بعودة الجماهير بعد غياب فرضته الظروف الوبائية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا، ما زالت الملاعب المغربية تفرض قيودا صارمة على مرتاديها جماهيرا وإعلاما. وعن ما إذا كانت هناك تحركات أو اجتماعات تعقد لتمهيد عودة الجماهير إلى الملاعب الوطنية، أوضح مصدر جامعي في تصريح لإحدى الصحف الوطنية أن الأمر يظل رهينا بقرار من السلطات التي تضع قيودها الصحية على البلاد وفق معطيات دقيقة، وأن الجامعة ستكون مستعدة لتباحث سبل عودة الجماهير إلى المدرجات عند إعلان تخفيف القيود الصحية. وأضاف ربما نشهد تخفيفات في أكتوبر المقبل عند انطلاق الموسم الدراسي وعودة شريحة كبيرة من المجتمع إلى المدارس، حين يمكن مناقشة سبل عودة الجماهير إلى المدرجات بتنسيق مع السلطات إما بفرض جواز التلقيح أو غيرها من التدابير. جدير بالذكر أن الجماهير المغربية غابت عن المدرجات منذ عام ونصف بعدما أصدرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في مارس 2020 بيانا تعلن فيه قرار منع الجماهير من حضور المباريات بسبب تفشي